صباح الخير لك المشاهدي الإخبارية السورية، يوم جديد ونهار جديد، إن شاء الله يا رب يكون حامل معه كل بشائر الخير وراحة البال لكل السوريين، وإن شاء الله يا رب دائما تكون أمانينا محققة مع بداية الأسبوع الجديد. بدي صبح عليك يا رشا، يسعد صباحك. صباح الخير نرمين، كيفك اليوم؟ أنا كثير منيحة، وأنتي؟ ماشي الحال. إن شاء الله بداية أسبوع حلوة للجميع، ونهار حلو يحمل معه كل الأشياء اللي بنحبها، ويحمل لنا الأمنيات الحلوة والرزق الكريم، ونقضي برفق الأشخاص اللي بنحبهم. فاصل وحنبلش مع بعض فقرات صباحنا غير لليوم. يوم 29 تشرين الأول، كتير من الأحداث تسجلت بتاريخ اليوم. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1888 توقيع اتفاقية القسطنطينية الخاصة بحرية الملاحة في قناة السويس، وبعام 1956 بدء العدوان الثلاثي على سيناء بغية احتلال قناة السويس بعد تأميمها من قبل الرئيس جمال عبد الناصر. بعام 2018 تحطم طائرة ركاب إندونيسية على متنها 189 شخصا قبالة بحر جاوة بعد إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1880 أبرام يوفي، عالم فيزياء روسي وخبير في البكهرومغناطيسية وعلم الأشعة والبلورات. وبتاني محطاتنا الصباحية خلونا نروح لفقرة هل تعلم ونشوف اليوم أهم الأخبار والمعلومات الغريبة. حساسية البرد تؤدي إلى إصابة الجلد الذي تعرض لدرجة حرارة منخفضة بالأحمرار والحكة والانتفاخ والطفح الجلدي، لذلك ينصح مصابو هذا المرض بتجنب التعرض لجميع أشكال البرودة بأنواعها سواء برودة الهواء أو برودة الشراب. وتعود أسباب الإصابة بحساسية البرد إلى ضعف في مناعة الجلد أو الجسم، أو لأسباب وراثية أو نتيجة الإصابة بمرض آخر كالسرطان وبعض الالتهابات الذاتية، إضافة إلى أن السباحة في الماء البارد تعد أكثر أسباب حدوث رد فعل تحسسي خطير شامل للجسد، وتكمن خطورته بأنه قد يؤدي إلى الإغماء أو حتى الوفاة. عادة ما يتعرض المصاب إلى احمرار الجلد وظهور بقع منتفخة، إضافة إلى انتفاخ اليدين والشفتين إذا تعرضتا لحرارة منخفضة، وتختلف في شدتها من شخص لآخر، ويتم علاجها بتناول بعض المضادات كحالة مؤقتة، وينصح بزيارة الطبيب في حال تفاقم الحالة وعدم السيطرة عليها. وإلى دار الأوبرا السورية، حيث أحيت فرقة الجاز الروسية أمسية موسيقية قدمت من خلالها باقة من المقطوعات العالمية. التفاصيل ضمن التقرير التالي. Thank you.
الكونسيرت اللي تقدم الفرقة الروسية مسالا كوارتيت، اللي يعني كلمة مسالا يعني خليط البهارات في التاي الهندي، وبمعنى خليط الأنماط الموسيقية الغربية والشرقية والروسية طبعا، وموسيقى كلاسيكية والحديث متقدمة متعاصرة. واليوم هذه الفرقة ستعطي من خلال الموسيقى رؤيتهم عن ما يحدث في العالم، عن شعورهم شخصية ولكن هي مشتركة للجميع العالم. موسيقى الجاز موسيقى عالمية. هلا هذا جاز غير تقليدي، الجاز التقليدي اللي نحن بنعرفه كان بالولايات المتحدة الأمريكية اللي له جاز الأفريقي، هذا شيء. لكن هذا الجاز له سمة أخرى، أنه هو خلطة من فلسفات، من فلسفات هي العلاقة بالفلسفة الهندية على الفلسفة المشرقية على الفلسفة الروسية، كلها عم تعبر عنا بالموسيقى، عم تعبر عنا بهذا الجاز يلي هو مسمى بجاز روسي، لكن هو حقيقة جاز يؤديه روسيين، مش جاز روسي بمعنى أنه له هوية روسية. بعدنا بالشهر الوردي وبنهايته تقريبا، وبعدنا بحملات التوعية حول سرطان الثدي. عم نشوف كتير حملات نرمين توعية، إن كانت المؤسسات وجمعيات عم تقوم فيها وعم يكون صداها إيجابي، وشفنا في استجابة كتير من النساء، وشفناهم كيف عم يتوجهوا على مراكز الكشف المبكر لحتى يعرفوا النتيجة. ولكن في حال أي صبي أو سيدة توجهت لهذا المركز وكانت النتيجة إيجابية، شو هي بقى الحلول؟ هل حيروح الجراح لاستئصال الثدي بشكل كامل؟ وفي حال تم الاستئصال شو هي الإجراءات التجميلية والترميمية حتى تحافظ الأنثى على هذا الشكل الأنثوي وتضل حالتها النفسية مرتفعة؟ لأنه نحن بنعرف أن أدي الأنثى اليوم بهم الشكل الخارجي لإلها. هدول تفاصيل وغيرهم رح يجاوبنا عليهم ضيفنا لليوم الدكتور بشار محمود، أخصائي جراحة تجميلية وترميمية. سعد صباحك حكيم. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. خلينا بالبدايه نسال استفسار عند كل السيدات، متى يتم استئصال الثدي بشكل كامل؟ شو هي الحالات اللي تستدعي هي الحاله؟ هلا بهيدا الوقت او بهيدا الشهر يعني على مستوى عالمي هو بسموه الشهر الوردي، طبعا هو شهر التوعيه لسبب كثير بسيط، يعني سرطان الثدي يعتبر اذا مو اشيع ثاني اشيع سرطان عند الاناث، وكثير يعني له تاثيرات اجتماعيه ونفسيه وتاثيرات على الانتاج وعلى العمل. فبالتالي كثير في محاولات للتوعيه كرمال اول نقطه هي بنحكي عنها هو الفحص الذاتي، يعني المفروض مريضه تعمل فحص ذاتي تقريبا كل شهر، كل اللي عندهم مثلا مستوى خطوره ينتبهوا هذا الموضوع. طبعا بنبلش بالفحص الذاتي، بنجي على موضوع الفحص الدوري اللي هو الماموجرام والايكو، يعني خاصه النساء اللي عندهم عوامل خطوره. شو هن اللي عندهم عوامل خطوره؟ اللي عندهم عوامل خطوره هي الانثى اللي في عندها احد عماتها او خالاتها او اخواتها عندهم سرطان ثدي بعمر تحت 60، هي لازم يكون تحط نقطه حمراء مثلا، ولازم يكون هي تضل تابع المفروض كل 6 اشهر او كل 6 اشهر تعمل ماموجرام وايكو، خاصة بعد عمر 50 او حتى بعد 40 اذا في قصة بالعيلة انه سرطان بعمر صغير. طبعا الكشف المبكر له دور كثير كبير بانه نحن نقدر نتجنب الاستئصال التام. هلا الاستئصال التام هو قصة حاليا بالتوصيات الطبية الجديدة صارت قصة قديمة، يعني كان قبل مثلا ما حدا ينتبه تصير مثلا الكتلة او الورم قد لنفرض قد الجوزة او قد البيضة وتعطي نقائل، بس صرنا بهي المرحلة بدنا نلجأ للاستئصال التام.
الاستئصال التام يعني نحن بنقسم سرطانات الثدي لمراحل، مثلا واحد ستيج بنسميها، واحد اثنين ثلاثة، استقطعنا اثنين فوق اثنين A واثنين B، استقطعنا اثنين وفوق بنصير اجباري بدنا نرجع للاستئصال التام لانه ما بقى فينا نعمل شيء بسموه علاج محافظ او جراحة حديثة. هلا بهيك حالة في خيارات للترميم يلي هي بنبلش بقى، طبعا اهم شيء ترميم او المريضة ايما بتلجأ للقصة التجميل بس تخلص علاج، اخذت جرعات اخذت اشعة خلصنا علاج، عطاها طبيب المشرف طبيب الاورام انه خلص اتس اوكي ما بقى في اي نقائم ما بقى في اي اشتباه بشيء، بتلجأ هون بتروح تراجع جراح التجميل. هلا بهيك حالة خيارات ترميم بتمشي من ناحية الزرعة، في زرعات سيليكون خاصة بتنزرع تحت الجلد مع عملية تصغير او رفع للثدي الثاني بحيث نعطي التناظر الاكبر. اذا في مثلا خلينا دكتور هون نفصل بالترميم بعد الاستئصال، يعني نعطي كل اجراء حقه كرمال اي حدا اليوم عم يشوفنا من الصباح، يعني ان شاء الله هيك الله لا يقدر، ولكن كرمال نوصل المعلومه بشكل صح. قلنا اول شيء بشكل كنا عم نحكي انه في جرح بشكل افقي حيكون. هلا الاستئصال التام غير عن الجراحات الحديثه، هلا بالنسبه طيب. للاستئصال التام بيكون جرح افقي تحت الثدي، هون نضطر بالمراحل المتقدمه من الاورام نضطر نعمل استئصال تام مع تجريف قبض، تجريف وقد لمفيه بالقبض، هذه كثير مهمه. بس لجانا للاستئصال التام بقى نبلش خيارات ترميم اللي هي من ابسط شيء، طبعا الكوست افكتيف او التكلفه تبعها بتختلف من اجراء للثاني، الدراسات الحديثه اعطت تكلفه انه كلها قريبه من بعضها. اول شغله هو اللي بنسموه البروتيز او زرعه السيليكون، يعني نحن الجلد بنحط تحته شيء مثل البالون بنسميه، بننفخه بسيروم ملحي بشكل متكرر خلال اسابيع بالتدريج بحيث نمدد الجلد، طبعا على مبدا بيشبه مبدا بطن المراه الحامل انه بيتمدد الجلد بالتدريج لياخذ حجم مقارب للثدي الثاني، بنشيل هذه الموسع او البالون بنسميه تيشو اكسباندر او موسع انسجي وبنحط زرعه سيليكون مع عملية رفع للثدي الثاني او شد مشان نعطي تناظر، دوما ما بصير نترك واحد مثلا مرتفع والثاني نازل، يعني الثدي الطبيعي هو بيكون فيه هبوط شوي. الخيار الثاني للترميم بنلجا له اذا في مثلا عمليه تشيع، هذه بدي انبه عليها، اذا في تشيع احيانا اورام مراحل متقدمه اجباري بدنا ناخذ جرعات اشعه، اذا في تشيع الجلد بصير استجابته للتوسيع كثير ضعيفه. شو يعني هاي الفكره حكيم؟ ما عاد يتمدد الجلد، يعني اذا المريضه اخذت جرعات اشعه بصير التعامل انه نحط سيليكون محل الثدي المستأصل شوي خيار الى حد ما مضاد استطباب لنسميه، فهون نرجع لشيء بنسميه الترميم الذاتي او بشريحه العريضه الظهريه. نعمل نحن جرح ناخذ عضلي من هون مع الجلد المغطي له بنقلبها وبنغطي فيها، يعني شريحه موضعيه بنسميها، هلا هي نجاحها عالي كثير وبتعطينا مجال ترميم واسع من الاسداء الصغيره للاسداء الكبيره، يعني دوما مشان كل ما بتناظر، ففينا مثلا حتى مع الشريحه مجرد ما اخذنا شريحه نحن امنا جلد سليم، امنا جلد ما معرض للاشعه مع تغطيه عضليه، بحيث حتى هون لو بدنا نحط زرعه سيليكون صار عندنا امان، يعني عندنا عده خيارات للترميم. هلا الطرق الحديثه صارت شوي بتجنب هي القصص او ما عم نوصل لهون، هي فكره الكشف المبكر انه نحن لازم لازم نكشف قبل ما نوصل لهي المرحله. تمام، يعني اليوم فينا هيك نطمن انه الحمد لله الحلول موجوده، حتى لو يعني لا سمح الله كان في اجراءات ايجابيه، اليوم الطب لا الحلول البديله اكيد صارت موجوده اكيد. دكتور دائما العمل الجراحي بخوف اي شخص، فما بالك احنا عم نحكي عن موضوع يعني موضوع السرطان، ودائما في شيء يمكن مقوله شائعه انه او بعض الحالات بيقولوا انه بعد ما عملت العمليه انتشر السرطان، فخلينا نوضح هاي الموضوع شو بيصير بهي الحاله. لا هلا هذا حكي خلينا نقول هو حكي قديم قبل عصر الطب بسموه انه لا تجرح الورم بينتشر، هذا حكي غير علمي وانا ابدا يعني بنبه كثير على هي النقطه، لا نحن لازم الجراحه هي الحل النهائي والحل الاساسي للاورام، يعني بنشوف كثير عالم والله انه راجعت شيخ وراجعت ما بعرف شو وبيكون عندها فرصه ذهبيه، يعني بالفتره الاولى بيكون قبل ما يعطي نقائق، سرطان الثدي بيعطي نقائق مثله مثل اي سرطان ثاني، بيعطي نقائق اول شيء على العقد اللمفيه بالقبض وبعدين على الفقرات او على يعني عن طريق الدم. فبس عطى نقائق ما بقى في شيء اسمه شفاء تام، بينما لما بنلحقه بنعمل كشف مبكر، لما بنلحق بنعمل جراحه سريعه هون بيعطي شفاء تام، في نسب شفاء كثير كبيره تصل ل 50%. دكتور في مخاطر اليوم للعمل الجراحي لموضوع استئصال الثدي؟
هلا المخاطر شوي الى حد ما محدوده ولا تقارن بالمخاطر وعمليا اذا انترك ووصلنا لمرحله الميتاستيز او النقائل ما في بدنا نمشي باتجاه حتمي يعني هون. بس مخاطر عمليه هي شيء بسيط اكثريتها واكثر شيء مشاهده هو الوزمه الليمفاويه نتيجه تجريف الابط. نحن وقت بدنا نشيل الورم كورم محدود او حتى نشيل الثدي اجباري بدنا نعمل شيء بسموه تجريف ابط. هلا الطرق الحديثه صارت شوي تتجنب التجريف الواسع يعني كرمال ما نعمل مثلا نرد على الاوعيه الليمفيه. في برا بنشوفها المرضى اللي عاملين مثلا استئصال ثدي بجهه معينه بجهه يمين او يسار بيعطوها مثل شريطه زهريه هن اخذين اللون الزهري بتحطها بايدها. هي الشريطه الزهريه بتنبه مثلا الطواقم الطبيه بتنبه الناس ما حدا يدقر بايدها لانه هي الايد مثلا فيها وزمه ليمفيه اي جرح بيكون الشفاء وصعب تمام. حتى مثلا بيكون مؤلم كثير للمريضة فانه بتنبه المحيط اللي حواليها انه ما حدا يصطدم بهي الايد ما حدا يرد الله اياها حتى بتنبه طواقم الطبية مثلا اذا في حال تعرضت لحادث تعرضت لشيء انه هي المريضة مثلا ما حدا يفتح وريد فيها للايد هي. طيب قبل ما نرجع ننتقل لرشا كون وذكرت موضوع التجريف خلينا نسال حضرتك شو المساحة اللي بيتم فيها تجريف حول المنطقة المصابة؟ يعني شو هي الشيء السليم بدنا نقول مشان يكون مثل ما بيقول يعني بيطلع الدكتور بيقول نظفت لها منيح يعني هذا المصطلح الشائع هلا هذا المصطلح شوي الى حد ما خلينا نقول انه مصطلح واسع نحكي عن تجريف الابط وحواف الامل. الطرق الحديثه واللي صارت هلا حاليا متبعه بشكل جايد لاين او بشكل قانوني يعني بموضوع الثدي انه نحن لما نشيل الكتله بيكون في طبيب تشريح مرضي او طبيب بسموه طبيب تحليل او طبيب مخبر اخصائي تشريح مرضي موجود بنفس المشفى وقت السرجري وقت العمليه بنشيل الكتله مع حواف امان بنبعث اياها بيفحصها فورا بيعطيني انا النتيجه انه هي الحافه مثلا عندك هسه هي الحافه مصابه. هون بقى بنرجع بنوسع الاستئصال شوي. هون بقى صرنا ما نحكي بالطرق الحديثه ما بقى في استئصال ثدي قبل خلص اي ثدي فيه كتله فورا نشيله كله. لا هلا ما بقى في هيك صار نشيل الكتله مع حواف امان نرجع بنجرف ابط نرجع في شيء بسموه سنتيال نود او بيحقنوا مادة مثل الصباغية حول الورم وبشوف العقدة الليمفية اللي انتقلت إلى هي المادة بياخذوا عقدة وحدة بيبعتوها على الفحص كمان بنفس وقت العملية هي المريضة مخدرة يعني عشان ما نرجع نعمل عمليتين. بشوف هي العقدة فيها نقائل أوكي بنكمل التجريف ما فيها نقائل خلص خالصة نحن شلنا الكتلة مع حواف أمان وهون بقى فينا نلجأ لطرق الجراحة الحديثة إنه بدل نحن ما نعمل جرح مشوه على الثدي كيف ما كان جرح دائري جرح حلقي إنه خلص الجراح ما بيهتم بالنتيجة الجمالية هون بقى بنجي انه لا الجراح بيشيل بجرح رفع الثدي نفسه يعني عمليا هلا احدث طرق لترميم الثدي بعد الاورام انه نحن وقت بنعمل العمل الجراحي الاساسي ما بنعمله بجرح عادي بنعمله بجرح الرفع بنعمل بنطبق رفع على الثدي الثاني فالمريضه هون لما بتطلع اول شيء ضمناني انه نشال الورم مع حواف مع هامش امان خلصت منه بنفس الوقت عملت عمليه تجميل للثدي فانه بتطلع بدال ما تكون هي يعني نفسيتها متحطمه انه والله انا صار معي ورم بتطلع لا نفسيه شوي احسن بتشجع هذا الشيء انه اخذت نتيجه جماليه حلوه على الثدي. طيب دكتور بعد العمليه خلينا نقول اليوم الجراح اضطر انه يروح للزرع الحشوي خلينا نحكي بعد الزرع في مضاعفات حتكون للصبيه وكيف عم يتم مراقبه اليوم الصبيه اذا يعني الوضع تمام ما عم يصير مضاعفات ما في نتائج سلبيه؟ لا المراقبة ضرورية يعني لازم يكون دوما أي حدا عملت عملية للثدي ضروري إنه تراقب مثلا مبدئيا بالفترة الأولى كل 3 أشهر بعدين بتصير المراقبة كل 6 أشهر بعدين كل سنة. في احتمالية ترجع خلية سرطانية الثدي نفسه ولو 1%؟ في هون تحاليل خاصة هي بنسميها واسمات ورمية وتحاليل وراثية مستقبلات الهرمونية ومستقبلات الوراثية للثدي طبعا بتعملهم مثل هلا شفنا انجلينا جولي استأصلت الثدي ثنائي الجانب كونه هي عندها مستقبلات وراثيه بتزيد الاحتماليه كبير لحدوث سرطان ثدي ثنائي الجانب بالجهتين خلص شالت الغده استبقت القصه ايه تماما شالت الغده وحطت زرعات طبعا حافظت على الجلد هلا في ناس محددين نسبتهم كثير قليله عندهم هي المورثات هي طبعا بتكون بتبين بالعيله يعني بتكون انه مثلا بتلاقي عماتها او حدا من العمات او الخالات او الام عندها سرطان ثدي بعمر صغير هون المفروض انه الطبيب ينبه انه الاناث اللي موجودين بالعائله يعملوا هي التحليل الواسمات اذا طلع ايجابي بيرشح مثل ما طب فيه انه نستأصل الغده داخل الجلد نترك الجلد مع الحلمه ونحط زرعه سيليكون
طيب على سرعه السيليكون حكيم بالوقت المتبقي، كثير كنا نسمع انه في صبايا بتخاف من القصه، انه هي نفسها كانوا يقولوا انه بتعمل سرطان، انه اي جسم غريب اليوم عم يدخل على ثدي الانثى فهو يعني بالنهايه شيء غريب يعني. هذا كان شائع ولكن هو طبيا اكيد ما نو صح، فشو راي الطب اليوم؟ هلا هي هذا الحكي كان شائع قديما بالتسعينات، فتره التسعينات كنا بمرحله بالجيل الثاني من زرعات السيليكون. طبعا الشركات اللي عم تعمل زرعات دوما بتعمل دراسات، رجعوا عملوا دراسات لقوا انه في جزء من الزرعات زادت نسبه الاورام بنسبه 6%، فوقتها بدلوا الزرعات لكل المريضات حسابهم، وانتشرت هي القصه على مستوى العالم وما زالت العالم عندنا متمسكه فيها. هالقصه هي من التسعينات، هلا حاليا صرنا بالجيل الخامس. طبعا نحن ما نحكي على زرعات سيليكون اخذ اف دي اي ابروفد، اف دي اي ابروفد على مستوى العالم، انه هي جهاز طبي امن تماما ما له اي مشاكل. بحب نبه بهي الوقت انه مثلا زرعه السيليكون او البروتيز بنسميه او تكبير الثدي ما بياثر لا على الاحساس ولا على الارضاع ولا بيزيد نسبه اورام الثدي، وامن 100% هي اهم شيء. تماما ايه هي اهم شيء. تمام دكتور، خلينا نحكي هيك ونطمن السيدات اليوم بعد عمليه الترميم، هل المنظر الطبيعي للثدي بيكون طبيعي 100% ولا لا؟ في كونه نحن عم نحكي جراحه وترميم ممكن يكون في ندبات بسيطه. هلا ممكن يكون في ندبات اجباري، يعني هذا ثمن راح يكون لهالاجراء اللي عملناه، يعني دوما نحن استبدلنا وجود مثلا الورم او وجود مثلا ثدي كبير او وجود اي جراحه على الثدي، هي استبدلت الجزء الواقع اللي كان موجود استبدلته بندبات. هلا موضوع الندبه المريضه المفروض تتابع، يعني بيعتمد نصه على الجراح بالنسبه لنوعيه الحيطان لخياط الجراح، والنص الثاني على المريضه بالمتابعه. والنفسية قد ايه اليوم بتلعب دور حكيم بهي القصة؟ أكيد هلا الشخص المتفائل كثير يعني، أو الشخص الإيجابي كثير بيعطيك أريحية بالتعامل، كثير بيعطيك مثلا سرعة بالشفاء، مناعته بتكون أحسن، كل هاي التفاصيل بتكون أفضل بالنسبة له. طيب اليوم هيك نصائح من حضرتك اليوم، وخاصة نحن بعدنا بنهاية شهر التوعية، قد ايه اليوم مهم التوعية والكشف المبكر؟ إن كان بيسهل على طبيب التجميل الترميم اليوم هو شو حيشتغل، وإن كان مشان النتائج تكون سلبية على كل صبية. هلا اهم شغله موضوع الوعي تجاه هذا الموضوع اللي بدي انبه عليه، في دراسات ما زالت غير محسومه تجاه هذا الموضوع بالنسبه للسوتيان. مثلا السوتيان ضيق بيعمل مثلا مثل احتقان لمفاوي بالثدي، هذا على المدى الطويل بياثر. بس النقطه الاهم، الشخص او الانثى اللي عندها بعائلتها حدا من اقرباء الدرجه الاولى عندها ورم تحت عمر الستين، شوفي فوق الستين نحن خلص طبيعي ما بنأثر، بس موضوع المورثات بيلعب دور اللي هو تحت عمر الستين. صبية مثلا مهما كان عمرها شافت انه في كتلة ثدي المفروض تراجع الطبيب فورا، الطبيب هو الأقدر يقيم انه هي الكتلة سليمة او لا، سواء بالخزعة او بالفحص السريري وبعدين خزعة. يعني ما نهمل الموضوع. بالنسبة للسيدات اللي مثلا عمرهم فوق الخمسين الفحص الدوري، يعني المفروض تعمل ماموجرام على الاقل كل سنه حتى لو ما عندها خطوره، هي صوره بسيطه مثل صوره الصدر، يعني في ناس كثير بتخاف منها انه والله بتوجع او والله في اشعه، لا هي مثل صوره الصدر العاديه، يعني جرعه الاشعه فيها طبيعي لا يؤخذ فيها، ما بتشكل اي خطوره، بس ممكن هي الماموجرام انا يكشف لي شيء كان على مستوى ممكن يكبر ويصير ورم كبير. خلينا نختصر الطريق ونروح للطريق الأسلم طبيا وجراحيا وترميميا. نتشكر حضورك لليوم وصباحك صحة وسلامة حكيم على طول. شكرا لك الدكتور بشار محمود أخصائي جراحة تجميلية وترميمية، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيك، شكرا. شكرا كثير لك دكتور، وأكيد الصحة والسلام لكل السيدات دائما. أما هلا صار الوقت لنروح لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات على الساحة المحلية العربية والعالمية مع زميلتنا بشرى. يسعد صباحك. صباح الخير نرمين ورشا موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. السلام عليكم. استشهد فلسطينيان وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس بالضفة الغربية، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه سيارة يستقلها ثلاثة فلسطينيين قرب حاجز حوارة العسكري، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة الثالث، كما أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة في قرية بيت دجن شرق نابلس.
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو كل من التحق بالقوات الروسية خلال التعبئة الجزئية. وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أبلغ الرئيس بوتين بانتهاء عملية التعبئة الجزئية مؤكدا أن 218 ألف شخص تم حشدهم في ساحات التدريب ويتم تجهيزهم جيدا قبل إرسالهم إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. أصدرت وزارة الأمن الإيرانية واستخبارات حرس الثورة بيانا مشتركا حول تورط أمريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي ودول أجنبية بأعمال الشغب الأخيرة. وقال البيان إن التخطيط وتنفيذ العملي للجزء الأكبر من أعمال الشغب في البلاد تم بواسطة جهاز الموساد بالتعاون مع الجماعات التكفيرية، مؤكدا أن لدى طهران معلومات موثقة تؤكد أن عدة معاهد أمريكية بدأت تعد لإثارة أعمال الشغب في البلاد قبل انطلاقها بعدة أشهر. طالبت الصين الولايات المتحدة بقرن أقوالها بالأفعال وإزالة العوامل السلبية التي تؤثر على العلاقات بين جيشي البلدين إذا كانت ترغب حقا بتعزيز الاتصال العسكري مع الصين. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تانكي في مؤتمر صحفي إن بكين لديها مبدأها الخاص فيما يتعلق بتطوير العلاقات العسكرية مع واشنطن، لافتا إلى أن الأخيرة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الصعوبات الخطيرة التي تواجه هذه العلاقات حاليا. ختام الموجز، عودة إلى نيرمينو رشاب. شكرا لك، شكرا لك بشرى، واكيد مكفيين بباقي فقرات صباحنا غير ونوصلنا رشا. وصلنا لتقرير قبل ما نروح للفقره ومساحتنا القانونيه لليوم، وتحت عنوان نحن الغد نفكر ونبني اقامت مديريه الثقافه في حماه احتفاليه ثقافيه بمناسبه يوم الطفل العالمي. حنكون بتفاصيل اكثر مع زميلنا حسام الشاب. بمناسبة يوم الطفل العربي أقامت مديرية الثقافة في حماة احتفالية ثقافية وفنية منوعة تضمنت معرض فن تشكيلي للأطفال وفقرات غنائية ومشاهد لمسرح خيال الظل بعنوان نحن الغد نفكر ونبني ولوحات رقص وفنون شعبية من التراث السوري. تؤمن وزارة الثقافة بشكل كبير أن بناء الإنسان هو الخطوة الأولى في إعادة أعمار ما تدمر في هذه الحرب الظالمة على سوريا، لذلك كانت البرامج والأنشطة الموجهة في هذا السياق إن كان للأطفال أو للشباب أو لليافعين هي محور أساسي من استراتيجية عمل الوزارة. نحن وزارة الثقافة في عنا من ضمن استراتيجيتها برنامج تكون ثقافة الطفل، من بتكون ثقافة الطفل فعلا عدة مشاريع، من بين المشاريع مثلا حقوقي، بناء حماية أمان، مشروع مهارات الحياة، مشروع كمان مثلا نغم وقلم. أهمية هذا اليوم هو أننا نتحدث عن يوم الطفل العربي، الطفل العربي الذي هو بناء المستقبل والذي نبني عليه الأمل دائما، فنأمل أن تكون دائما هذه الاحتفاليات هي انطلاقة للاهتمام بالطفل أكثر وللتركيز على أهمية الأجيال اللاحقة. جميع الأعمال المقدمة هي من نتاج الأطفال واليافعين الشباب ضمن مشاريع حقوق بناء حماية وأمان ومهارات الحياة وبرنامج نغم وقلم. قدمنا مثل أغاني موسيقية عزف على الآلات، وكمان قدمنا رقصات جميلة. الطفل العربي بالأخصية بسوريا الحبيبة بده يضل مسابر على هذا الشيء. نرسم طبيعة ومنلونها بألوان جميلة وزاهية عشان نظهر حياة الطفل الجميلة ونتعلم شغلات كتير حلوة بالرسم ونطلع مبدعين، أطفال مبدعين. اليوم لأنه عيد الطفل العربي ونحن أطفال لازم نفرح، ورسمنا الفراشات ورسمنا الأشجار والغيوم. الأطفال هم بنات المستقبل، وبأيديهم الصغيرة سوف يبنون لنا مجتمعات مليئة بالحب والعطاء والوفاء. ومن هنا كان تأكيد وزارة الثقافة السورية على الاهتمام بالطفولة والعمل على بناء الروح المثالية فيهم. حسام الشب، الإخبارية السورية، مدينة حماة.
ومكفيين بباقي فقرات صباحنا غير. ووصلنا لمساحتنا القانونية رح يحكي فيها عن موضوع كتير مهم، معرف قديش رشا في أشخاص مؤذين بطبعهم. بنسمع بالمجتمع عن حالات البلاغ الكيدي أو الافتراء، قديش موجودة الحالات؟ أكيد نيرمين، ولكن اليوم القانون صار فيه تشريعات جديدة كرمال هاي القصة. اليوم مو أي حدا اليوم قادر أنه يروح يقدم هذا البلاغ. احنا كثير بنشوف، كنا نسمع انه اليوم فلان قدم معروض بفلان وفلان قدم بلاغ كيدي بفلان، وكان القانون يتصرف بترسيمات وتشريعات قديمه. اليوم رح نعرف اكثر شو هي التشريعات الجديده بخصوص هي القصه. صحيح رشا، والاهم نعرف كيف نتعامل مع هذا الموضوع بحال لا سمح الله حدا كان موجود في بلاغ كيدي، كيف ممكن احنا نتصرف وكيف القانون بيتعامل مع هذا الموضوع؟ اكيد هي التفاصيل رح نعرف اكثر مع المحامي معاذ عجلوني. سعد صباحك. صباح اهلا وسهلا فيك استاذ. صباح الخير استاذ. صباح اهلا وسهلا فيك. عم نحكي اليوم عن البلاغ الكيدي، وكنا عم نقول بالمقدمه انه كثير كانت القصص من زمان انه اذا اثنين زعلين من بعض يروحوا واحد يأذي الثاني ببلاغ كيدي. يعني خلينا نفسر اكثر قانونيا، يعني اليوم شو هو البلاغ الكيدي؟ تمام. هلا من حيث المبدا، السلطات القضائيه والشرطيه والجنائيه بتوجه المواطن دائما يتعاون معها بموضوع الابلاغ عن الجرائم، ابلاغ عن اي مخالفه، اي شيء بمس امن المجتمع. ولكن هذا التعاون ما لازم يتحول لاتجاه سلبي او الشخصي او شخصي او كيدي مثل ما اسمه، لنضر اشخاص بيكون بيننا وبينهم مثل ما بيقول تاتش هيك شخصي، او تتعارض مصالح معينه. فبنستخدم السلطات الشرطيه والجنائيه والقضائيه للاضرار فيهم. فالبلاغ الكيدي هو اكيد ما بيكون لخدمه الجسم القضائي والمجتمع، بيكون للاضرار شخصيا للاخرين. هاي الحالات هي موجوده وللاسف يعني بسبب ظروف معينة بنشوفها موجودة بكثرة بالمجتمع السوري ببعض الأحيان. خلينا نحكي لما الشخص بده يقدم افتراء أو إذا ما نسميه بلاغ كيدي بحق شخص ثاني، مو المفروض يكون في براهين اليوم واضحة ولا لا؟ مثلا الشكوى هي بتتعامل مع الأول شيء الشكوى القولية أو الكلام، يعني أنا لما أروح على أي جهة بنعرف إنه كمان القانون يعني بيكفل أو بيحفظ لي حق إني أنا أشتكي أو أدعي على أي حدا. كيف اليوم القانون قدر ميز بهاي النقطة؟ تمام، بشكرك على السؤال كتير ذكي. السلطات القضائية مهمتها جمع الأدلة والمقارنة بيناتها وترجيح دليل على آخر. أما الأجهزة الشرطية والجنائية وأي سلطة مؤازرة للنيابة العامة ما مهمتها الفصل والموازنة بين الأدلة وترجيح دليل على آخر. خلينا نحكيها بشكل بسيط، قسم الشرطة بيسمع أقوالك على سبيل المعلومات الأولية، ما مهمته يبت بالموضوع، هي مهمة القضاء. فبيتعامل بموضوع الشهود، موضوع الدليل بالحد الأدنى. تمام، هون بيبين تمرس العنصر يلي عم ياخذ أقوالك، بيشوفك إنه صادقة غير صادقة. هذا طبعا ما بننفي انه بيطلب شهود احيانا، بيقول لك وين شهودك على هالشكوى، بس ما بيبت بموضوع الشاهد بشكل قطع بت. لا، هي مهمه القضاء. طيب استاذ، اليوم خلينا هيك نعطي مثال ونبسط بالمعلومه اكثر. اليوم انا فرضا نسين من الناس عملت فيه بلاغ كيدي وقدمته لقسم الشرطه، اليوم قسم الشرطه نحن بنعرف اليوم مهمته انه يكتب هذا الضبط ويحوله للنيابه. قبل النيابه بصير جلب للشخص اللي المدعى عليه، صح؟ تمام. طيب سابقا واليوم التشريعات اختلفت بالنسبه للمدعى عليه؟ يعني كان يعني من زمان كنا نعرف انه نسمع، اليوم انت حتصحح لنا هي المعلومه القضائيه، انه اي حدا بينكتب فيه معروض فاليوم الشرطه فورا بتروح لجلبه. اليوم نفس القصه او عم بيكون في تحقيق قبل جلب المدعى عليه؟ تمام، مثل ما كنا عم نحكي بيصير في سماع اقوال، تحقيق اولي. في حال انطلب احد الاشخاص مشكوك منه او حتى احيانا بيكون شاهد مشتبه فيه، يعني بيحمل صفتين، فبيتواصلوا مع عناصر الشرطه بشكل شخصي بشكل هاتفي،
ما استجاب، فهنا بيرفعوا في بطاقة بحث بنسميها بالعامية نحن. طبعا هاي البطاقة البحث بدي نوه لشغلة انه المشرع ما نص عليها قانونا، هي بتحكمها بلاغات وتعميم وزارة الداخلية والنيابة العامة. هي المفروض تكون محددة خلال 24 ساعة، ما اجى هذا الشخص تلتغى لأنه هي خروجا عن النص وخروجا للدستور، استثناء من مبدأ الحريات مصام بالدستور. شغلة تانية المفروض تتوفر ببطاقة البحث موضوع الجريمة المشهودة اللي كنا عم نحكي فيها من شوي، إنه الجريمة المشاهدة رؤية العين كما عرفها المشرع السوري. فضمن هالضابطين هدول الجريمة المشهودة وخلال 24 ساعة هي بطاقة البحث. ولكن الواقع بصراحة لا، ما عم يلتزموا فيه. بطاقة البحث عم تستمر لأكثر من 24 ساعة تمام، وما عم يلتزموا بموضوع الجريمة المشهودة كمان. تمام. ويمكن هي فينا نسميه إذا فينا أخطاء بالتنفيذ، يمكن هي بتسبب كركبة للشخص، يعني أي شخص ممكن يتعرض لهذا البلاغ. أكيد هي حالة ما أنا محبزة ولا أنا ظريفة تكون، وفي ضرر ممكن يوقع في أشخاص، يعني ممكن يكون ضرر نفسي كبير عليهم، ما كتير بيحبوا هاي الفوتات. فخلينا نحكي اليوم القانون كيف تعامل مع الشخص المفتري أو الشخص يلي عم يستخدم حقه بالإدعاء بطريقة سلبية. تمام. هلأ الشائع بين العامة وحتى بين بعض القانونيين أنه أنا ما فيني برفع دعوة افتراء إلا لما أخذ حكم بالبراءة أو عدم المسؤولية أو كذا. لا، نحن فينا نرفع دعوة افتراء لمجرد بدء الملاحقة القانونية بالجرم الأساسي، يعني أنه أنا حدا ادعى علي بجرم سرقة، تمام؟ ماني مضطر أنا انتظر لحتى أثبت براءتي قدام المحكمة وبعدها برفع دعوة افتراء. لا، لمجرد بلشت الملاحقة القانونية بحقي بجرم السرقة أنا فيني أرفع دعوة افتراء. فهي يعني كتير نقطة مهمة المفروض الناس ينتبهوا لها. تماما. يعني اليوم فينا نقول أنه دعوة الافتراء بتمشي مع الدعوة النظامية. تماما. بنفس الوقت قادر أنه الشخص فيه له شروط كرمال أي حدا أنه يرفع هاي الدعوة، يعني في شروط المفروض تستوجب حتى نقدر اليوم احنا نرفعها او اي شخص. تمام. هلا شروط الدعوه، اي دعوه، الدعوه العامه بشكل عام في مصلحه، الصفه، الاهليه، السبب. بموضوع دعوه الافتراء خلينا نخصص شوي، المفروض تكون الشكايه الاساسيه، كنا عم نحكي على اتهامي بسرقه. المفروض يكون اتهامي انا اساسا جاي بمحضر او بضبط أو بشكوى بالنيابة، بادعاء كيدي، خلينا نقول بأي شيء، أي جهة ملزمة بإخبار النيابة العامة بجرم ما، تمام؟ فالمفروض يكون بشكل خطي، تمام؟ موقع عليه. الشيء الثاني المفروض إنه يكون الفاعل بيعرف تماماً براءتي من الجرم المنسوب إلي. الشرط الثالث قصد الإضرار، يعني يعرف أنه أنا بريء وقصد أنه يضرني بهذا الجرم المسند لي. طيب اليوم القضاء ما بت بحكم بهاي القضية، يعني إذا بريء أو لا، يعني فكيف اليوم يعني القاضي كيف حيتصرف قدامه دعوة مدعي عليه وهو بنفس الوقت هو رافع دعوة افتراء؟ يعني يعني ما في حكم عند القاضي، الرؤية ما أنا واضحة بالنسبة له بتكون يعني. تماما. بهذا الموضوع نحن عم نحكي يعني المفروض يكون في حكم طلع بهالخصوص. أحيانا نروح ل أحيانا بيكون في طور الملاحقة القضائية وبتبين أنا يعني شبه براءة لإلي، تمام؟ ولمجرد أنا رفع دعوة افتراء فما أخذت كمان أنا حكم بالنهاية، يعني ممكن الدعوتين تتماشى، ينظر فيها القاضي بنفس الوقت. تمام. طيب خلينا نرجع لموضوع إذاعة البحث، بطاقة البحث، كيف اليوم الشخص ممكن يتعامل معها برأيك؟ يعني إذا أنا بعرف ولنفرض سين من الناس هو رح يقدم في هذا البلاغ وأنا بعرف إنه بده يأذيني، أنا إلي حق عنده أو بده يضيع قصة معينة، كيف أنا ممكن أتعامل معه؟ تمام. هون بدي أحكي بشكل واقعي وعملي وبعيد شوي هيك عن نص القانون الجامعي. أنا كمحامي موكلي
دق لي قال لي انا في شكوى بحقي من قسم الشرطه، اتصل في شرطي قال لي تعال على المخفر بناخذ اقوالك. هون انا ما بنصح محامي الموكلي انه ينزل فورا على قسم الشرطه لحتى انا انزل واتاكد شو الجرم المنسوب له، تمام، اعرف مدى خطورته، شو الدليل يلي حاكو الشاكي ضده، جايب شهود ولا لا، تمام. فاذا كان الجرم بسيط مثلا ازعاج جار فبقول لهم زين خليهم يسمعوا اقوالك وما في مشكله. اذا كان لا الجرم اخطر والشاكي او المفتري خلينا نقول مجهز له يعني شكوى كما يجب وحاطط شهود وحابكها من كل الاطراف، بقول له لا انتظر خلي الموضوع يصل على القضاء. وحتى لو طلعت بطاقه بحث بالجلسه الاولى او مجرد مسؤول امام النيابه العامه فيني انا اقدم له بطاقه ترك وبتلتغى اذاعه البحث وبتمشي مجريات الدعوه. شكرا، بنتشكر اليوم حضورك ولكل المعلومات القانونيه. وبالنهايه دائما نحن بنركز على نقطه انه القانون يعني خلق لحتى يحافظ على امن المواطن. شكرا لحضورك وصباحك حلو. يا هلا، صباحك. المحامي معاذ عجلوني شكرا كثير لوجودك معنا لليوم. الف شكر لكم. شكرا. اما هلا نحن مكملين بفقرات صباحنا غير لليوم، وقبل ما نروح لمساحتنا الجديده خلونا نروح لمدينه حمص. وحرصا على السلامه العامه تعمل دائره الصحه المدرسيه بمحافظه حمص على تنفيذ انشطه توعويه متعدده لنشر الثقافه الصحيه في المدارس حول مرض الكوليرا. رح نكون بتفاصيل اكثر مع زميلتنا شيرين العلي. الاظافر، المعصم. حرصا على السلامة العامة تعمل دائرة الصحة المدرسية بمحافظة حمص على تنفيذ أنشطة توعوية متعددة لنشر الثقافة الصحية في المدارس حول مرض الكوليرا وغيره من الأمراض، والتي تندرج ضمن الحملة الوطنية التثقيفية لمواجهة مرض الكوليرا بالتنسيق مع منظمة اليونيسف. منذ 10/9 عندما أعلنت وزارة الصحة عن أول إصابة بوباء كوليرا، طبعا دقنا قوس الخطر في كافة المحافظات السورية وخاصة نحن في محافظة حمص. تم استنفار كامل لكافة الكوادر في دائرة الصحة المدرسية، قمنا بعدد من الدورات وورشات العمل للمساعدات الصحيات وللأطباء والمثقفات الصحيات في دائرة الصحة المدرسية حول التعريف القياسي لوباء كوليرا وآلية الانتشار وطرق الوقاية، وهذه الأمور بشكل كامل على مدى أيام. يتم يوميا أخذ عينات من منظومة النقل والتوزيع والتخزين في مياه الشرب من المحافظة، وبالتالي مياه الشرب بالنسبة لي أنا أطمئن جميع الناس بالنسبة إن كان الأطفال والكبار، مياه الشرب في المحافظة آمنة بأمنية، لا يمكن أن يكون مصدر تلوث عن طريق مياه الشرب. الأهداف من المشروع منها الصحي ليست المعلومة بقدر ما هو السلوك، أن نكسب هذا التلميذ سلوكا صحيا سليما وينقل من خلاله رسالة صحية إلى الأسرة والمجتمع. دائرة الصحة المدرسية جالت على عدد من مدارس المحافظة، وخلال الجولة قدم المشرفون الصحيون مع التلاميذ عروضا مسرحية حول التعريف بمرض الكوليرا وأسبابه وطرق علاجه وضرورة اتباع الخطوات الصحية للوقاية منه ومن عدة أمراض. عملنا فقرات صغيرة هيك مسرحيات أنه لا توصل المعلومة للطفل بأسلوب حلو مبسط ولا يحفظها، اما لما بتكون المعلومه هيك انه لا تعمل هيك لا كذا دائما الطفل بيبعد عنها. قدمنا نشرة توعية عن مرض الكوليرا ولازم انه نطبق النظافة وغسل الايدين وما ناكل انه اكل غير مطهو جيدا او ناكل اكل مكشوف. اغسلوا اخي يديك بالماء والصابون جيدا. ايجابية. شيرين العلي، الاخبارية السورية، من احد مدارس محافظة حمص. وبمحطتنا الجديدة بمساحتنا الصباحية لليوم نرمي نشهدنا بالأيام الماضية يوم ثلاثة كان في كسوف للشمس شمال سوريا وشمال بعض المناطق. هذا الكسوف استمر تقريبا كما قلنا حوالي ساعتين وكان له تأثيرات كتير سلبية أو إيجابية ما بنعرف. شعرتي اليوم بهذا اليوم أنه أنت متضايقة معصبة
زوجة يعني شوي بس مو كتير للأمانة، بس في أشخاص بيقولوا لك إنه الكسوف. أنت كنت عم تقولي إنه كنت معصبة. حس إني أنا مضغوطة، بس يعني ما أنا ماني مضغوطة، أنا مستعجلة بس ماني مستعجلة، مشغولة وما عندي شيء. فهذا الحالة النفسية دائما الكسوف والخسوف بيكون له تأثيرات بعلم الطاقة على الأرض وعلى الأشخاص. شو كانت هي التأثيرات إن كانت سلبية أو كانت إيجابية؟ هل هي خلصت أو حتستمر فيما بعد؟ هي الأجوبة حيجاوبنا عليها لليوم ضيفنا لليوم المدرب الدولي في علم الطاقة سمير الهادي. صباح الخير. يسعد صباحكم صبايا. معصب ولا هادي اليوم؟ ما فهمت. معصب أو هادي؟ لا لا رواق الحمد لله كله تمام. معناتها خلصت تأثيرات لليوم؟ هلأ هي مستمرة لسه شوي بعض الأيام بعد الكسوف. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. مثل ما ذكرنا بالبداية تأثير أي حركة للشمس أو مختلف الحركة اللي بتكون بالأجرام السماوية بتأثر على الأشخاص، وهذا التأثير بيكون مختلف من شخص لآخر. خلينا نحكي عن آخر حدث هو الكسوف، كيف أثر على الأشخاص؟ هلأ الظواهر الفلكية بشكل عام هي أخذت اهتمام كتير كبير من الناس بشكل من قديم الزمان مو من جديد يعني. وكمان أخذت اهتمام خبراء وعلماء الطاقة. هذا الشيء خلاهم يوصلوا لدراسة أثبتت أنه هو ظاهرة الكسوف عمليا هي تغيير بمسار الطاقة المرسلة إلى الأرض. نحن بالنهاية جزء من هذا الكون، نأثر ونتأثر بأي تغيير فلكي بصير. وقت بصير في تغيير بالطاقة المرسلة، هذا اللي بيخلينا نتأثر سلبا. هذا اللي بيخلي بحالة الكسوف يكون المزاج معكر مثلا، أو ندخل بحالات اكتئاب، حالات من الحزن، حالات من الخمول، من الكسل. لكن عموما هو الكسوف إن كان جزئي أو كلي له تأثير سلبي. هلأ بيختلف هذا التأثير السلبي من أشخاص لأشخاص آخرين. طيب بهذا اليوم، خلينا بيوم الثلاثاء الساعة 12 وربع بالوقت، يعني شو صار؟ يعني أهم الحالات اللي أنت مثلا سمعت فيها من الأشخاص اللي حواليك، شو كانت الناس شو كانت عم تعاني من هاي القصة؟ هلأ هو الكسوف الجزئي أصلا هو عملية اصطفاف كوكبي بين الشمس والقمر والأرض. صحيح. الكسوف الجزئي هو بيكون يعني الشمس ما لها غايبة تماما، هو غياب جزئي للشمس، وبالتالي يسمى بالكسوف الجزئي. بهاي الفترة بيوم الكسوف تحديدا مثل ما تفضلتي وحكيتي حضرتك، بتلاقي الناس مخربطة، الناس معكرة، الناس أحيانا بتلاقي إنه ما في شيء عم يمشي معهم، أمورهم كتير متعبة. فلهيك بننصح دائما خلال فترة الكسوف إن كان جزئي أو كلي بالهدوء وتأجيل أي شيء هام متعلق مثلا بسفر، بزواج، بشيء مهم، بعمليات جراحية، بتوقيع على أوراق هامة، إنه نأجل هاي الأمور الهامة لفترة ما بعد الكسوف. طيب ممكن يكون تأثير الأشخاص حسب أبراجهم بالكسوف يعني ناس أكثر من ناس، ومين الأكثر فينا نقول أبراج أو الأشخاص اللي كانوا متأثرين بهذا الكسوف؟ هلأ طبعا التأثير أكيد ممكن يكون مختلف من أشخاص لأشخاص تاني، بس حتى نكون أكثر دقة مو حسب البرج، لأنه مثل ما بنعرف نحنا كل برج بيتبع له عشرات الملايين من الأشخاص، فصعب جدا يكونوا عشرات الملايين من الأشخاص يحلوا نفس التأثير السلبي، نفس فاعلية هذا التأثير. التأثير بيقع سلبا نحن عم نحكي حسب طاقة الشخص الإيجابية بذاته، ذات نفسه، وحسب كمان اسمه مواليده. وقت اللي بيكون اسمه بيحمل طاقة إيجابية وهو شخص إيجابي، وكمان أرقام مواليده بتحمل طاقة إيجابية، بالتالي كل ما كانت هاي الأمور إيجابية كل ما بيكون التأثير أقل. وهذا بيفسر وجود أحيانا نحن بفترات الكسوف منلاقي أشخاص بيتأثروا بشكل كتير كبير، منهم بيمرضوا، منهم بتحسي كأنه وقفت حياتهم، ما في شيء عم يمشي معهم، أمورهم معكرة، بيصيبهم حالات اكتئاب. وفي أشخاص تانيين بتمر عندهم حالة الكسوف بشكل خفيف بدون تأثير كبير. بتمرق لأنك ذكرت نقطة أنه اليوم إحنا حسب داخلنا القوة اللي عنا هي يا بتمرق القصة بسلاسة يا أما بصير عنا فيها مشاكل. طيب إذا هيك ما بدنا نفوت في موضوع الأبراج والأسماء كتير يعني زيادة، قلت ما إلى علاقة الأبراج بالقصة، إحنا منروح لطاقة هي الشخص هي بشكل أدق هي أدق حسب طاقة الشخص. في أشخاص هن ممكن ما يتأثروا بهالسلبيات بشكل كتير كبير، وفي أشخاص بتبقى هالتهم ضعيفة أو عندهم طاقة سلبية عالية. هي الحماية كرمال تفسر القصة، الهالة المحيطة بالجسد فبتكون ضعيفة. فلذلك أي تغيير فلكي، أي تغيير طبيعي كوني يؤثر فيهم سلبا بشكل كتير كبير. حتى الشهية اختلفت بهذا اليوم. حتى الشهية كل شيء بيأثر، مسارات الحياة تختلف. لأنه مثل ما حكينا نحن لما بصير في كسوف
بصير في تغيير لترددات وذبذبات الطاقة المرسلة، ونحن بالنهاية جزء من هذا الكون. أي تغيير بيأثر علينا، بتبقى درجة التغيير بتفرق بين الشخص الإيجابي والشخص السلبي. طيب خلينا نحكي بشكل عام، اليوم الأشخاص عم يعانوا من كتير ضغوط، والطاقة السلبية هي بتكون يعني مسيطرة على الشخص إن أراد هذا الشيء ولا ما أراده. كيف ممكن الشخص يحاول يساعد حاله ذاتيا؟ يعني كيف ممكن هو يجدد هاي الطاقة، أو نسميه نحن بننظف الطاقة السلبية؟ تمام، خلينا نقدم نصائح بهذا الموضوع. بداية عن طريق برمجة العقل الباطن، يعني أنا إذا ما كنت مقتنع بالإيجابية بداخلي أنا ما بدي يكون متصنعا للآخرين. هي الفكرة حتى استفاد، ما بدي يكون متصنع للطاقة الإيجابية، بدي يكون أنا مؤمن فيها، أنا مقتنع فيها بشكل كامل. فأنا وقت بأمن بفكرة الطاقة الإيجابية وبرمج عقلي الباطن على الطاقة الإيجابية، بالتدريج شوي شوي مرحلة ورا مرحلة بصير بتعامل مع الأمور بشكل أهدى، بشكل أكثر لطف، بشكل أكثر إيجابية، أكثر ما أكون مثل ما كنت بالبداية أنا شخص سلبي وبتعامل بسلبية. يعني بتتغير طريقة تفكيري، طريقة صحيح. تفكيري وحتى برمجة عقلي الباطن من سلبية إلى إيجابية. طيب نحن لأيمتى هاي التأثيرات حتستمر يعني؟ هلأ بالنسبة لموضوع الكسوف، فالتأثير هو بدأ قبل الكسوف بثلاث أيام. إذا ملاحظين أنه حتى من قبل الكسوف في أمور، في ناس بلشت تشتكي من صداع، من أرق ليلي، من تعب جسدي، من خمول. التأثير بيستمر لبعد الكسوف من 7 حتى 14 يوم، يعني من أسبوع لأسبوعين. في تحذيرات بهدول الأيام؟ هلأ خلال هالفترة بدنا نحاول نبتعد قدر الإمكان عن الأمور المصيرية مثل ما حكينا، يلي عم يخطط لعمل جديد، يلي عم يخطط لزواج، يلي عم يخطط لسفر، وبالإضافة للهدوء والتروي، لأنه خلال هاي الفترة منكون عصبيين أكثر. طيب الأشخاص الناريين هنن بطبيعتهم بحياتهم يعني ممكن تشملهم تحذيرات أكثر من الأشخاص التانين يعني؟ تمام. نرمين حدا كتير هذه يمكن شوي بتمر علي القصة بسلاسة. تمام. الأشخاص الناريين أو العصبيين بالمجمل هن الأكثر الأشخاص اللي لازم يتحلوا بالهدوء، يكون عندهم تروي، يتعاملوا بحكمة، خصوصا خلال هاي الفترة. يعني هن يركزوا خلال هاي الفترة أنه يأخذوا الأمور بأكثر هدوء وتروي. طيب لا حكى نقطة كتير منيحة، أنه نحن خلص 5 أيام وحنخلص من القصة، لأنه نحن موعدين بكسوف تاني بال 2027، فما في مدة سنوات. تمام. بالمناسبة على ذكر فترات الكسوف، فهي تتراوح تقريبا كل 18 شهر، لكن كل 18 شهر بمنطقة معينة، بتصيب منطقة معينة أو جزء معين من أجزاء الأرض. يعني لكن ممكن نصيبنا نحن مثل ما عم تحكي يكون بعد 4 إلى 5 سنوات مثلا، لكن هو فعليا كل 18 شهر عم يكون في كسوف بمنطقة محددة، منطقة معينة. هلا بس انه هي حسب ما حكينا بالجمعية الفلكية انه هذا الكسوف كان تقريبا ب 48% فقط جزء من الشمس، ولكن 27 تقريبا حيكون 80%. صحيح. اكيد حتكون تاثيراته اكبر، حيكون تاثيره اكبر على الارض، وان شاء الله تمروا على خير، ما بنعرف اذا بنكون عايشين لهذيك الايام. ان شاء الله ان شاء الله بتمروا على خير. طيب بياثر هون اذا كسوف جزئي او كلي على النفسيه اكثر؟ يعني كل ما كان اكبر الكسوف كل ما كان تاثيره السلبي اكبر. هلا هو التاثير سلبي هذا ما لنا مختلفين عليه، لكن بتفرق. نحن لما بنقول كسوف جزئي فبيكون التأثير من ضعيف إلى متوسط. لما بنقول تأثير كلي فبيكون لما بنقول كسوف كلي فبيكون التأثير أكبر، يعني من متوسط إلى شديد التأثير السلبي. فلهيك كل ما كان مثل ما تفضلت وحكيتي 80% 90%، كل ما بيكون التأثير سلبي أكبر وحتى بالمدة أطول. يعني احنا هلا عم نحكي من اسبوع ل 14 يوم، اذا كان التاثير كسوف كلي فراح يكون لا من شهر لشهر ونص، وممكن يمتد لشهرين. طيب حتى بيقولوا في تحذيرات بهذا اليوم الابتعاد عن الوان معينه، انه اليوم الاشخاص الناريين ما بعرف هلا اذا بعلم الطاقه صح او لا هي القصه، انه بعلم الطاقه انه ما يلبسوا اللون الاحمر، الالوان الناريه اللي هي اصلا يعني شخص ناري بيجي بيلبس ناري وبيكون في يعني بيكون في ظاهره فلكيه. تمام. فبيحذروا من هي القصه. تمام بالضبط، وهذا اللي عم نحكي عنه بالضبط، انه نحن نبتعد عن كل ما يثير العصبيه او التوتر، حتى اللون الاحمر، حتى المشاوير اللي ممكن تكون تسبب بازعاج مثلا. فنحن كل ما بلبسنا باكلنا، كل ما كنا اكثر هدوء، كل ما كنا اقل توتر، كل ما بتكون امورنا افضل واكثر ايجابيه. يعني هي نصائح عامة يمكن نحن بحياتنا اليومية، الهدوء التروي، بس ولكن أحيانا هيك بسبب الضغوطات نحن شوي منضغط فمنروح للتسرع. صحيح صحيح بالضبط.
طيب خلينا كونه حكينا عن موضوع الكسوف وتأثيره على الأشخاص بشكل مفصل، خلينا نقدم نصائح اليوم لكل الأشخاص هيك لنتمتع أكثر بنقول حياة صحية نفسية أفضل. هلا بالنسبة للنصائح بما يتعلق بالظواهر الكونية بشكل عام، يعني إن كان الكسوف الكلي أو الجزئي أو حتى خسوف القمر، هي ظواهر كونية موجودة وستبقى موجودة، فما في داعي للتهويل، ما في داعي للتخويف، ما في داعي نحن نتعامل، يعني لازم نتعامل مع هذه الظواهر بشكل طبيعي، بشكل مريح، بشكل هادئ، مع الوعي، بالإضافة للوعي. يعني مثل ما نحن كلنا بنعرف أنه بفترات الكسوف نحن ما بصير نتطلع بعين الشمس، هي إحدى النصائح اللي دائما نحن بكل كسوف بنذكرها ومنأكد عليها. هي بتعمل شوشرة، يعني بتقلك تطلع، نحن على السوشيال ميديا قد ما صار ضخ بهاي القصة، تحذيرات تحذيرات تحذيرات، قام صارت يعني حكمة ربانية خلص، أنا صار غيبي ما بقى في كسوف أبدا. هي علميا الأشعة دائما الشمس بترسل أشعة فوق حمراء، هلأ هي الأشعة فوق الحمراء هي أشعة مضرة جدا. نحن بالحالة العادية ما فينا نتطلع بعين الشمس لأكثر من ثانية أو ثانيتين، فلذلك نحن ما بنتأثر بهي الأشعة فوق الحمراء، لكن بحالات الكسوف نحن بنكون قادرين أن نتطلع بالشمس، وبالتالي استقبال هي الأشعة فوق الحمراء، وبالتالي هذا اللي بيؤدي للأذى لا سمح الله من عمى جزئي أو عمى كلي. فلذلك نحن دائما بكل حالة كسوف، بكل ظاهرة مرتبطة بالكسوف، صحيح، منأكد أنه نحن ما نتطلع بعين الشمس، وننتبه وننبه أطفالنا على هذا الموضوع. هي إجراءات سلامة بالنهاية. بدنا نشكر حضورك اليوم، صباحك طاقة وأشياء إيجابية بحياتنا. يا هلا، شرفنا أستاذ سمير هادي، أهلا وسهلا فيك. وهلأ مننتقل لمحافظة دير الزور، ومن خلال تمويل صندوق التنمية بدأت مديرية الصحة بدير الزور أعمال تأهيل العيادة السكرية والمركز الصحي الرابع في المدينة. التفاصيل مع إبراهيم الضلالي. بتمويل من صندوق دير الزور للتنمية، بدأت مديرية الصحة بدير الزور أعمال تأهيل العيادة السكرية والمركز الصحي الرابع في المدينة تمهيدا لإدخالهما في الخدمة. بلشنا بتأهيل المركز الصحي الرابع زائد العيادة السكرية اللي موجودة بمنطقة الحويقة بتمويل من صندوق تنمية دير الزور. الخطة اللي باشرنا بها هي باشرنا بعدة مشاريع، وإحنا حاليا قطعنا شوط لا بأس به. المركزين راح يقدموا خدمة طبية وخدمة نوعية للأهالي اللي موجودين بالمنطقة، راح يوفروا على الأخوة المواطنين الجهد والمال بالانتقال للمراكز الصحية الثانية للحصول على الخدمات اللقاح والخدمات الطبية، وبنفس الوقت راح تخفف الضغط عن باقي المراكز الصحية اللي موجودة عندنا. وتتضمن أعمال التأهيل تدعيم كتلتي البناء إضافة إلى إكساء كامل للمبنيين. الأعمال في العيادة السكرية والمركز الصحي الرابع تشمل أعمال تدعيم بناء بلوك، البنية التحتية للمي، الكهرباء، للصرف الصحي، وأعمال إكساء بحيث أنه يدخل المركز حيز الاستثمار. وكانت معظم المنشآت الصحية في المحافظة قد تعرضت لتخريب ممنهج على يد العصابات الأرهابية المسلحة. إبراهيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور. ومساحتنا الأخيرة لليوم رح تكون ضمن عالم الطب والتجميل. رح نحكي اليوم عن مرض شائع وهو الأكزيما يلي بيعانوا منه كثير من الأشخاص سواء كانوا أطفال أو كبار. كيف ممكن نتعامل مع الأكزيما وإمتى ممكن تتحول لالتهاب؟ وكثير من التفاصيل رح نطرحها اليوم على ضيفتنا الدكتورة لمى عبد الكريم أحمد، وهي اختصاصية أمراض جلدية وتجميلية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. عم نحكي اليوم عن حالة في بعض الناس بيفكروا أنه هي حالة مرضية مؤقتة ممكن تروح لحالها وممكن ما تحتاج علاج ويمكن يتم إهمالها، ولكن أحيانا بيكون العكس صحيح، أحيانا بتنتشر بترافقها حكي. في بعض المعلومات بيقولك لا تحكي، بتطلع بالمنطقة اللي جنبها. يعني اليوم هيك من خلال تواجدك، خلينا أول شيء بداية نعرف شو هي الأكزيما طبيا. هي الأكزيما طبيا هي أساسا التهاب جلد، بتشكل بيكون على شكل حواسلة بالبداية، بنزل هيدي الحواسلات بعدين بتطلع سائل بتجف وبتتجلب وبتتسمك وبتعطي شكل هاي الأكزيما. هي إلى أنواع كتير، يعني في أنواع بتكون عند الأطفال بنسميها أكزيما تأتبية عند الولدان أو بنيوية، في أنواع بتكون عند الكبار مثل أكزيما الملامسة إذا كنتي بتلامس
مثلا مواد معينه حنحكي عنها اذا بتحبوا بالتفصيل بعدين. مواد كيماويه قصدك؟ ايه حنحكي عنها بالتفصيل. شغلات ثانيه كثير، في عنا اكزيما تحسسيه، في اكزيما على الاكل، يعني اذا بياكل بعض الاكلات الشخص ممكن يصير عنده اكزيما. اكزيما حفاضة عند الاطفال، اكزيما شتويه وهلا جايين عليها نحن هلا على موسم الشتاء. اكزيما مثل ما قلنا كمان للي بيغسلوا كثير ايديهم كمان، واكزيما دهنيه. هي بالنسبه لانواع الاكزيما ولا تعريف الاكزيما. شكل الاكزيما حسب نوعه عم يختلف ولا بتعطي دائما نفس المظهر؟ لا بيختلف على السيره. لا بيختلف، بيكون في عنا شكل حاد وشكل مزمن. مثل ما قلت انا بالحويصلات، يعني بتجي في ناس بتجيكي بهذا الشكل بيكونوا لساتهم الحويصلات فيها سائل، هيدي شكل حاد حاد. شكل مزمن بيكون شكله بهيك مثل القشور والوصوف وتحزز بالجلد او تسمك بالجلد بيكون موجود فيه. طيب خلينا نروح للاعراض. في اعراض رح تسبق قبل ظهور هي البقعه مثلا على الجلد، انه نحن حنحس بشيء قبل، يعني تخبرنا انه نحن رح نصاب بالاكزيما او ممكن لا؟ ممكن تبلش الحكه اول شيء، وممكن تبلش العرض بشكل مثل ما قلنا الحويصلات الصغيره اللي نحن شفناها. اعراضها هي عامه الحكه والتخريش، وهي اعراض عامه عند الكل، تنتشر بكل الجسم. بكل الجسم انواع. لا هلا مثلا اكزيما الملامسه على مثل، مثلا اكزيما الملامسه في منها نوع تحسسي، اذا انت لمستي شيء بيطلع بالجسم بايدك وبينتشر، بيطلع بغير مكان. اما اكزيما التخريش بتكبر؟ لا يفضل ما تحكي، مو مشان انها كبرت، لا او تنتشر مشان ما يصير سحاجات بالجلد او انتان جرثومي او انتان فيروس. بس انه هاي القصه انه لا تحكي بتكبر وبتنتشر بقى الجسم. لا تحكي بتكبر، لا لا تحكي بصير عندك انتانات ثانيه. طيب لا تحكي بتنتشر كمان؟ لا، لانه بتنتشر حسب نوعها. يعني هلا مثلا الاكزيما البنيويه عند الاطفال الصغار اللي هن تحت عمر السنتين، هدول ممكن تبلش بالوش وتنتشر بالجسم، يكون في التهاب بالجسم ويكون في جفاف بالجسم. مزبوط، هي ممكن تنتشر هي عند الصغار. اما عند الكبار مثل ما قلنا الاكزيما الملامسه او انواع كثيره، هي من ضمن الاكزيما الملامسه او تنقسم نوعين، نوع تحسسي ونوع تخريشي. هيك بالاقسام تحسسي، اي مثلا انت لمستي الشغله مثلا صبغه او كريم او شيء حطيتي على راسك، بس صار عندك اكزيما ببطنك. ما انا دكتوره بيجوا بيقولوا لي انا حطيت على راسي، شو هذا اللي على بطني، شو طالع لي اكزيما؟ لانه تحسس. في ناس بتكون بس تخريش، مجرد ما بيغسلوا ايديهم كثير، او ستات البيوت على الجلي بصير على ايديهم، بس على ايديهم خلص بتكون على، او على رجليهم بسبب الشطف. بحس البندوره، يعني تجربه شخصيه. طبعا اكزيما الملامسه قسمين، قسم بتكون للتنظيف يعني مواد التنظيف والمواد المخرشه، وقسم فعلا للاكل، واسمها بتطلع عند الشيف او بتطلع عند ست البيت. بندوره توم مثلا بتكون على رؤوس الاصابع، تمام؟ هيدي هيك خاصه بانه انت عم تعملي على الاكل بخصوص الاكل. طبعا في اكلات انت بتاكليها خصوصاً عند الاطفال، مو انت بس عم بحكي بشكل عام، خصوصا عند الاطفال مثل حليب البقر، مثل عندنا فول الصويا، فول السوداني، القمح، منتجات القمح، البيض، هدول بيطلع بياكلون بيطلع عندهم اكزيما ممكن كثير. طبعا في اكلات ثانيه بس هدول لها نسبه 75% من الحالات. طيب مع تعدد انواعها وشكلها اذا بدنا نقول واسبابها، كيف اليوم بيتم تشخيصها دكتوره؟ هلا حسب نوعها. الاكزيما البنيويه عند الاطفال اللي هن تحت عمر السنتين كثير بتجي، بيجيني الاهل دكتور انا رايح ابني اخذينه لعند كذا دكتور، انا بدي تحليل تعملي لي اياه اتاكد تماما انه ما اكزيما او لا. طبعا بهي الحاله لا، بهي الحاله ما في تحليل. حاله الاكزيما البنيويه عند الاطفال نعتمد على المعايير التشخيصيه، تمام، على طبيب، على هو شو بيشخص. بيكون عنده شيء 4-5 اعراض، 3 من 5 اعراض بنشوفناهم قلنا هي اكزيما بنيويه. مثلا نضرب مثال، بيكون على وش الولد اكزيما بخدود واحمرار الخد، جفاف جلد كامل، التهاب جلد واضح، قصة عائلية أو شخصية للتأتب بيكون عنده، أو خلينا نقول للتحسس عشان توضيح أكثر، بيكون عنده بالعائلة وراثية. إما ربو طبعا بهيدي الحالة وراثية، إما ربو، إما تحسس، إما التهاب أنف تحسسي، هدول القصص بيكونوا موجودين بالعائلة أو عند الشخص نفسه، وإضافة للثانيات وإصابة كامل الجسم والجفاف. وأحبت الأطفال كتير صغار بنلاقيها أنه بتبعد عن منطقة الحفاظ، في إكزيما للحفاظ هي نوع تاني، في اكزيما بنيويه هي بتبعد عن الحفاظ لانه بتكون منطقه ارطب بتخفف من جفاف الجلد فيها. لكن اكزيما الحفاظ هي حاله طبيعيه بالنهايه، حاله خلينا نقول تلامسيه على الحفوضه، على مواد مثلا، على المواد اللي بتكون بالحفوضه، هيك خلينا نقول. باكزيما الملامسه في عندنا طرق تشخيصيه، اي اكيد في شيء اسمه اختبارات الرقعه نحن هيك بنسميها، بتكون موجوده في شيء بتكون موجوده طبعا، بنحطهم على الظهر، بنحط المواد اللي احنا شاكين فيها
ومنراقبها بعد يومين، بعد ثلاث أيام، بعد أسبوع، في ناس تتأخر أسبوع، في مواد محسسة مثل بعض أنواع الصادات، في كثير حالات نحن ما بنكون حاسبين الحساب. الأدوية بنحط كريم مثلا صاد مثل نيو مايسين مثلا بنحطه، ما بيطلع تحسسه لأربع خمس أيام ممكن كثير، ما بيبين فورا، فلهيك بنستنى نشوف إذا نحن شاكين إنه هي القصة بتصير فردية بهيدي الحالة، إنه كل شخص شو المواد اللي بيتعرض عليها، شو طبيعة جسمه، شو طبيعة عمله، شو بيتعرض. مثلا العمال بيشتغلوا بمعمل نسيج، ممكن من النسيج، ممكن من المطاط، ست بيت من الصبغة، من شغل البيت، كريمات، ممكن يكون رايحة عند دكتورة جلدية تعمل تأشير أو تفتيح، مثلا جاي لعنا عامل تأشير أو تفتيحات كريمات، ممكن متحسسة على كريمات وصار إكزيما أو لحالها. ممكن الحالة النفسية يعني من لأي أشخاص؟ طبعا ممكن الحالة النفسية، بس أكثر خلينا نقول حالة نفسية بتجي عند الإكزيما البنيوية. الإكزيما البنيوية مو بس بتكون عند الأطفال، هي بتبلش عند الأطفال بتكمل عند البالغين، هي بتبلش من عند الطفل للبالغين، والحالة النفسية كتير بتأثر لأنه هي إلى أساس وراثي ومناعي. طيب. الأساس وراثي ومناعي، الحالة النفسية بتلعب على الأساس المناعي. طيب. دكتورة خلينا نحكي عن موضوع العلاج. دائما لما تطلع هيك الحالة فورا يعني بلاش نروح على الصيدلية كونه الأقرب ومن خليها. وجارتي بتقلي أنا استخدمه وأنا قصة يعني هي ضروري جارتي أو حدا أو أنا يومي يعني أو إذا مثلا من زمان كتير مستخدمة نوع برجع موجود بالصيدلية بحط منه شوي. أو أنا عندي إياه أو استخدمته لأبني ومشي حاله. تاخدي ما تشتري، خدي هذا أنا عندي إياه بكون خلص. أحيانا بيزبط على فكرة عشان ما نظلم، أحيانا بيزبط، بس الحقيقة الإكزيما بتجي بأماكن كتير، ممكن تجي حول العين، ممكن تجي بمنطقة الحفوضة، كل وحدة علاجها مختلف، كل وحدة كريمة مختلف. كريم هون نحن ما في أدوية بتتاخد لموضوع الأدوية، لا بتتاخد أدوية. هلا بدي أسألك عن نوعية العلاج، هل هي مؤقتة أم هي لا على مدى طويلة ممكن تكون؟ في عنا مؤقت وفي عنا على مدى طويل، بس بشكل عام الإكزيما بترجع. ليش؟ لأنه أنت الالتزام، خلينا نقول الالتزام بالشروط بالوقاية، هي هلا لازم نحكي عنها، يعني هي أهم الابتعاد عن العوامل المسببة أهم بكتير من الكريمات الكورتيزون والقصص اللي احنا بدنا نحكي فيها، فالوقاية هي الأهم. طيب وعلاجيا قبل ما نروح للوقاية يعني إنه ابتعاد، أول شغلة قبل ما نقول إنه وقاية، الابتعاد عن العامل المسبب. يعني إذا أنا ست بيت عم تجلي كل الوقت بقلا لبسي كفوف، إذا في مجال اللي أنا لبست الكفوف وتحسست مثلا أو تكسروا الصحون في خسارات تتعود تتعود صدقيني تتعود، هي القصة عادي بتصير بعدين، أول شيء صعبة بعدين نتعود عليها مثل كتير شغلات، يعني إحنا بصير نتعود عليها تكسيروا تخباية يلا بصير خير. بس أحيانا بتحسس، الأهم أنه بتحسس من الكف صحيح. نفسه ممكن إلا تلبس كف قطن تحته، هذا الشيء بخفف حتى نفوذية مواد التحسس وبخفف التحسس، وبعدين بصير الموضوع عادي، بتقولي يلا كاسب المجلة ما بدي أتركها نعملها يلا ما بنخليها، بنكون رجعنا صبنا بالإكزيما من برا وحده. هذا قصدي أنا، يعني قصدي إنه أنت ملتزمة دائما، المسبب هو أهم خطوة بالعلاج، هاي أهم شيء، هاي أهم شيء. تمام. تاني شيء الترطيب، الترطيب خلال العلاج وبعد الشفاء، يعني أنت حتى لو ما عاد في إكزيما ما بصير تهملي الترطيب، ممكن تعلم لأنه صح هلا التعلم إنه بتترك أثر طبعا بسبب الحكة، ممكن تترك تصبغات، ممكن تفوت بقصص تانية، يعني قصة بتجر قصة بتصير عندها. صح. فنحن بناخد العلاج وبناخد الترطيب مع، أهم شيء الترطيب، لأنه الترطيب ليش مهم؟ بيجي مع العلاج مهم وبيجي بدون العلاج أحيانا بتقول إيه خلص مش الحال تنسى المرطب. العلاج شو عم نحكي اليوم؟ العلاج متدرج فيه طبعا ممكن، بس بالبداية هي كريمات الكورتيزون، هيدي أهم شيء، وإلى تدرجات خفيفة متوسطة شديدة الطبيب بيقدرها، يعني ممكن الطبيب يشوف المريضة يقول هي فورا بدها كورتيزون قوي موضعي، ممكن يقول لا حرام هون منطقه ما بس نحط فيها غير ضعيف. صحيح. مو كيف من كان بتصير القصه. نعم. وبصير الى وقت معين نحن بناخده فيها وبنوقفها، ممكن بشكل تدريجي او ممكن نعملها بشكل متقطع او تحت ضمات كتيم، يعني في كتير تفصيلات بتخص الاطباء. اهم شيء يمكن عفوا هي المده الزمنيه، لما مثلا الطبيب يقول له خذها 3 ايام فهو بيشوف انه راح بيقول له اسبوع فهو بثلاث ايام ما بكفي. تماما. هذا بيصير القصه ممكن تكون سلبيه طبعا، خصوصا بكريمات الكورتيزون او بعلاجات، هلا بنحكي كمان بالعلاجات الفموية اذا بتحبوا. كريمات الكورتيزون طبعا العوده بتكون سريعه اذا ما كانت الايقاف تدريجي او تحت اشراف الطبيب، وبتصير كثير يعني دائما. طيب اليوم كريمات الكورتيزون ما لها تاثير سلبي طبعاً فيما بعد؟ يعني طبعاً. اذا كان ما التزمنا نحن اليوم بموضوع الوقايه، مثل ما قلتي نحن عم نفوت من اكزيما لنوع لرحله علاج ممكن تتطور هاي القصه، يعني سلبيا يعني هدول كثره الادويه بشكل هيك سريع تذكر اليوم شو سلبيات خصوصا الكورتيزون؟ احنا بنعرف قد ايه بياثر بشكل سلبي على الجسم، فكيف الجلد؟ يعني انا ما بدي اخوف العالم انه بجي تقلي دكتوره، تجيني المريضه تقلي دكتور انا ما بدي كورتيزون، هو علاج اساسي بس ينعطى بالطريقه الصح.
بس لما بنعطى انه ولا اليوم اخذت بكره لا بعد بكره اخذت صار لي شهرين عم باخذ صار لي 3 اشهر عم باخذ انا دائما عليه لاني برتاح عليه عندي هذا الكريم المرطب تمام بتقلي عندي هذا الكريم المرطب وبيكون كورتيزون كورتيزون ممكن يعمل شعرانيه بالجسم ممكن يعمل رقه بالجلد ممكن يعمل هو تصبغ بعدين توسع اوعيه فكثير بدنا نكون حذرين وتحت اشراف الطبيب دائما ولو سريعا نصائح اخيره اليوم بما يخص موضوع الاكزيما بالتشخيص او بالعلاج او باخطاء شائعه انت ممكن تشوفيها بالتعامل مع هذا المرض هلا اهم شغله انه الجلد هو اكبر عضو بالجسم هو كثير عضو مهم هو عضو بيحمينا ما انه تفوت الجراثيم من برا لجوا الاكزيما لما بتصير ما لازم نهمل علاجها او نطنش او نقول يلا بسيطه لانه اي تخريش او انتان ممكن يصير ممكن ينتقل لجوا الجسم بشكل جروح سطحيه بتفوت لجوا الجسم فاهم شيء اهم شيء نبعد عن الاسباب نحاول نكتشفها نتواصل مع طبيبنا نكون تحت اشراف الطبيب مو شو صار حتى لو استفدتي مره على الكريم ممكن المرات الثانيه يكون في شيء ما تكون في تطور بالقصه ونحن اليوم بحاجه لتغيير العلاج او انتان ثانوي يعني مثلا انتان فيروسي او جرثومي او فطري او طفيلي حتى هلا هو ممكن يتحول لكلف فيما بعد مو كلف هي اذا صار حكي كثير واهمال وضلينا نحكي هاي المنطقه بتتصبغ بتحرض الخلايا انها تتصبغ بهيدي المنطقه دكتوره لما صباحك صحه ونحن ناطرينك بلقاءات يعني نحكي اكثر بموضوع الامراض الجلديه اليوم يعني هو مرض شائع وبهم الناس كلها يعني أكيد. شكرا لحضورك يسعد لي صباحك اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا فيك هلا اهلا وسهلا فيك شكرا كثير لك دكتوره وصلنا رشا لختام صباحنا غير بتمنى لك بانهار ظريف ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه يا رب بقيت هذا اليوم تحملكم كل تفاصيل الخير والراحه والرزق والبحبوحه والسوريين وين ما كانوا يكونوا بالف الف خير. شكرا يا نيرمين بقيت نهار حلو لإلك، شكرا لكل حدا رافقنا برحلتنا الصباحيه بدي اشكر كل حدا رافقنا ايضا الفريق الفني بالكنترول يسعد صباحكم ويعطيكم الف عافيه، لاقونا بكره 9:30 صباحا بفريق جديد ومواد جديده من هلا لوقتها كونوا بالف خير باي باي.